تعال نشوف ورقتي العرض 5 و6. نبدأ بورقة العرض رقم 5. ورقة العرض رقم 5 بتتكلم على أهمية حوكمة الشركات. طبعا بالنسبة لأهمية الحوكمة بنقول انه حوكمة الشركات من أهم العمليات الضرورية واللازمة. ليش؟ اولا لحسن عمل الشركات بحيث تضبط المعاملات التي تقوم بها الشركات فيما يتعلق بعلاقات الاطراف داخل الشركة مع علاقات الاطراف اللي خارج الشركة. ايضا من العمليات الضرورية واللازمة لأهمية الحوكمة، فالحوكمة بتأكد على نزاهة الإدارة من خلال التزامها بقواعد وإجراءات الحوكمة. أيضا تضمن الحوكمة من ضمن أهميتها تضمن الوفاء بالالتزامات والتعهدات فيما يتعلق بالموردين والدائنين، وأيضا ضمان تحقيق الشركات لأهدافها سواء أهداف تنافسية أو أهداف تحقيق وتعظيم أرباح أو أهداف تعظيم القيمة السوقية للأسهم أو العائد على الأسهم، طبعا بشكل قانوني واقتصادي سليم. لن تتأتى هذه الأهمية للحوكمة إلا من خلال تفعيل دور الجمعيات العمومية لحملة الأسهم. طبعا الجمعية العمومية اللي هي للمساهمين للاطلاع بمسؤولياتهم وممارسة دورهم الخاص بالرقابة والإشراف على أداء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في هذه الشركات. أيضا الحوكمة أساس جيد للاستقامة والقيم الأخلاقية وبتظهر أهميتها. يعني مقصود بالاستقامة والقيم الأخلاقية أنه بتوفر أساس سليم، أساس جيد للالتزام بالقيم الأخلاقية، وتظهر هذه الأهمية في أنه الحوكمة، حوكمة الشركات، بتحارب الفساد الداخلي بالشركات من خلال ضمان عدم قيام مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بإجراءات أو سلوكيات تتناقض مع القيم والأخلاق. أيضا بتساعد الحوكمة من أهميتها في تحقيق وضمان نزاهة والحيادية والاستقامة في التعاملات بين العاملين في الشركة وبين العاملين ومجلس الإدارة وبين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيها. أيضا تظهر أهمية حوكمة الشركات من خلال تحقيقها للعدالة والدقة وعدم وجود أي أخطاء عمدية أو انحراف متعمد أو غير متعمد فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات اللي بتم توصيلها للمستثمرين والمستخدمين الخارجيين والداخليين لهذه المعلومات. أيضا تظهر أهمية الحوكمة من خلال محاربتها للانحرافات وعدم السماح باستمرارها، خاصة تلك التي يشكل وجودها تهديدا للمصالح الخاصة بذوي الأطراف أو الأطراف المتعلقة بالشركة. أيضا من ضمن أهمية الحوكمة أنها بتساعد في تحقيق فعالية المحاسبة الداخلية، والمقصود بالمحاسبة الداخلية اللي هي فعالية إجراءات الرقابة والضبط الداخلي للمحافظة على ممتلكات الشركة وأصولها من الاختلاس أو السرقة أو سوء الاستخدام. أيضا بتساعد من ضمن أهمية حوكمة الشركات أنها بتساعد في تحقيق فعالية المراجعة الخارجية من خلال جودة التقارير التي يتم إعدادها بعد انتهاء عملية المراجعة من قبل المراجع الخارجي.